مع بعض كفتة الرز المسلوق بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز المسلوق بطريقة سهلة جدا وجديدة. دي أول وصفاتنا في استخدام الرز المسلوق. المقادير اللي معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلاية وسط مبشورة ومعصورة كويس جدا من المية، نص كوباية رز مسلوق، ده الرز المسلوق اللي عملناه مع بعض الفيديو اللي فات، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. التوابل ملح وفلفل اسود وشطة ومكعب مرقة، بس مش هنكتر الملح عشان مكعب المرقة. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب بولة هنزل فيها ربع كيلو لحمة مفرومة وبصلايه وسط مبشوره ومعصوره كويس جدا من الميه، والتوابل ملح وفلفل اسود وشطه ومكعب مرقه. ونص كوبايه رز مسلوق، وهعجن المكونات كويس جدا. عجنت المكونات كويس جدا والرز دخل في اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هصبعها او هكورها بالطريقة اللي تريحكم. معايا طبق فيه زيت، هدهن ايدي بالزيت وهصبع الكفتة. انا بحب اصبعها، لو عايزين تكوروها براحتكم. حلو قوي المقاس ده. هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلاص طبعت الكفتة، دلوقتي هدخلها التلاجة تتشمع لمدة ساعة، وبعد ما اخرجها من التلاجة هوريكم هنعمل ايه. بعد ساعة الكفتة اتشمعت وطلعتها من التلاجة. دلوقتي هحط طاسة على النار فيها زيت غزير، الزيت يسخن وهنقلي مع بعض الكفتة. حطيت طاسة على النار وحطيت فيها زيت غزير، الزيت سخن، هنزل بالكفتة. هسيبها لحد ما تستوى وتاخد اللون الذهبي وهطلعها، مش هقلبها كل شوية عشان ما تتكسرش. خلاص الكفتة اتحمرت، هطلعها واخلص الكمية اللي معايا وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي كفتة الرز المسلوق بعد ما خلصت، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل كفتة الرز المسلوق ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.